الاحتفاليه ديت يمكن اهم ما فيها ان هي بتجمع ما بين التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما بين محافظه البحر الاحمر وشركه اوراسكوم للتنميه السياحيه. والحقيقه الفكره جت بشكل يعني او نوع من انواع التنسيق ما بيننا وما بين بعض. المرحله اللي احنا بنمر فيها ديت يمكن لها شقين، الشق الاولاني هو اهميه التعاون وتضافر رجال الاعمال مع الدوله، الشق الثاني من الموضوع هو اهميه اوبرا عايده وانعقادها لاول مره في مدينه الغردقه. ان يكون في دايما تعاون بين القطاع الخاص والدوله، وان الدوله تتبنى المشروعات بتاعه يعني اي مجهود احنا بنعمله كقطاع خاص في النهايه بيعود بعائد على الدوله ككل، فلازم يبقى دايما في تنسيق وتعاون. طبعا احنا النهارده بنحتفل بمرور 150 سنه على العرض الاول لاوبرا عايده، اعتقد هو كان سنه 1871. فدي كانت الفكره الاساسيه ان احنا نرجع اوبرا عايده تاني لمصر. فاحنا طبعا بنعتبر نفسنا كمدينه الجونه كمركز ثقافي وفني ورياضي هام مصري واقليمي وعالمي. والحقيقه عرض مشرف جدا، انا شخصيا فخور ان احنا بنستضيف حاجه زي اوبرا عايده، هو فن راقي. الموضوع مش عادي، يعني انت بتتكلمي في 150 سنه على اوبرا عايده، لازم تعملي احتفال يليق بيها في مصر. احنا بنتكلم على حاجه معموله من خديوي اسماعيل من 150 سنه كاتبها فيردي عشان افتتح قناه السويس، فكله برضو يندرج تحت ايه؟ مصر. والله هي دي الفكره، كانت جت من المهندس سميح ساويرس واللي هو عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ان هم يعملوا حاجه جديده تنشط السياحه بشكل مختلف، تبقى زي ايديوكيشنال ثقافيه تعليميه على نوع الاوبرا والفن الاوبرالي. احتفال باوبرا عايده والناس تعرف الاوبرا ابتدت امتى وايه فكره الاوبرا. حدث مهم طبعا اوبرا عايده في الجونه ضمن احتفاليه ال 150 سنه على اول عرض ليها، فدي بالنسبه لي حاجه حلوه. انا عاده ما حضرتش اوبرا قبل كده، فبرضه سعيده ان انا هحضر اوبرا عايده النهارده، وان جات لي الفرصه ان انا اتفرج عليها النهارده في الجونه.